أعتقد أن الأرض في لحظة كده ما بين الانتقال من الفترة الرئاسية الأولى للفترة الرئاسية الثانية، البعض بيقول هي الدنيا هادية أو الدنيا ساكتة أو في حالة من الترقب، الكل بيدور على مكانه في المساحة اللي جاية. ولما بقول الكل يعني ما بين حكومة تنفيذية، احنا مش عارفين هل هيتم التجديد لهذه الحكومة، هل هيتم تغيير بعض الوزارات فيها، هل هتتغير كلها. ده مشهد. على الطرف الآخر عندي مشهد كل أهل الشر اللي طول الوقت في حالة اختبار للواقع المصري، اللي مكمل في طريقه، كل ما بيمشي لقدام كل ما التوتر عندهم بيزيد، كل ما الضغط الخارجي بيحاول يلاقي لنفسه مدخل للواقع المصري وحتى في المحيط بتاعنا، وكل مرة بيبقى عندهم صوت والصوت دايما بيلاقي صدى وما بيلاقيش رد. ركزوا في اللي احنا بنقوله من فضلكم. الصوت ده يعني هم بيطرحوا مبادرة لكن في المقابل مفيش رد، كأن شيئا لم يكن. يعني بمنطق فتح المزاد، هي كده هم بيعملوا المزاد لأنهم على أرضية الإحباط وعلى أرضية الفشل وعلى أرضية خسارة كل رهان رهنوا عليه لمصلحتهم مع الناس اللي بتدورهم من الخارج. طيب هل ده معناه أي حاجة؟ طبعا ده معناه قولا واحدا إن حضراتكم قد كده ناجحين وقد كده قادرين تمشوا لقدام، ومع كل نجاح بتحققوه المعسكر الآخر بيمن بالفشل، بيصاب بالإحباط، والمعسكر الآخر ده كمان بيتم سيء جدا من قبل اللاعبين الأساسيين اللي بيتعاملوا معاهم على إنهم لاعبين بالوكالة. طيب اللي بنقوله ده نقدر نفكه ونقوله بشكل بسيط. يعني لو قلتلكوا إنه من 30 يونيو لو عملنا كده رصد سريع هنلاقي إنه تقريبا عندنا لحد قبل كمال الهلباوي وإبراهيم منير والنماذج دي قرابة 14 محاولة لإطلاق كلمة مصالحة. ومصالحة دي بقى يا مصريين يا ظهير دولة 3-7 هنكتبها، ولما هنكتبها هنحط تحتها 50 خط علشان لازم نرفضها، لأن اللي مشغلهم بيرمي مصطلح مصالحة علشان يحطنا في لحظة مقاربة كأننا شبه الفلسطينيين، كأننا شبه حماس كده وفتح، والحالة مش هي نفس الحالة، لكن هو بيبدأ الكذبة بالطريقة دي. ومع ذلك قدموا ال 14 محاولة لرمي كلمة مصالحة، وكل مرة كانوا بيتطوعوا من أنفسهم إنهم يقدموا مبادرة ما يلاقوش عليها رد، يعملوا عليها خناقة إما على قنوات تركية أو على قناة الدوحة، وأحيانا لما الدنيا تبقى مقفلة تماما يروحوا القناة العرب الجديد في لندن. وما بين كل ال 14 دول كان في أسماء كتير جدا، ودول اللي احنا لازم ننتبه لهم. كان في الأسماء المحسوبة بشكل مباشر على الجماعة الإرهابية، وعلى المقابل كان فيه الأسماء اللي اتفقت في أهدافها علشان مصادر تمويلها الخارجية كمان لكنهم ليسوا من الجماعة الإرهابية، وكان في المقابل كمان غير المجموعتين دول يعني كل اللي ممكن يلعبوا دور الوسطاء. طيب تعالوا نفك الحكاية كده شوية. يعني لو قلنا إنه من أول الناس اللي رموا علينا كلمة المصالحة ما كانش البرادعي، الدكتور البرادعي مثلا، مش الدكتور البرادعي من اللحظة الأولى كلمنا علشان هو ما بيعرفش يتكلم بالكلام يعني فلازم يكتبها على تويتر، فقال لنا ان العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المبنية على قبول الآخر خيارنا الوحيد. طب هو حضرتك مين عشان تقدم نفسك بتمثل المصريين فيبقى ده خيار المصريين او ده خيارك لوحدك؟ لكن لانه لاعب بالوكالة فلازم نبقى واخدين بالنا ان هو بيرمي المصطلحات اللي لازم تمشي معانا في الارض وننتبه ليها ونعرف ايه الموضوع بالظبط. طيب هل الحكايه اقتصرت على البرادعي؟ لا، ده كان في اسماء تانية كتير جدا
كمال ابو المجد، كان في دكتور زياد بهاء الدين، كان في اسماء كتير. بس خلوني اخرج سريعا لبعض الاسماء علشان ما نضيعش وقت، لان هم فاتحين المزاد وكل واحد متخيل انه بيقدم مبادره زي ايام كده ما كانوا بيعملوا ائتلافات اللي سموها ائتلافات دعم الثوره عشان ياخدوا عليها تمويل وياخدوا عليها مصاريف. علشان كده لو نطينا كده من البرادعي علشان نشوف الدنيا ممكن تكون ماشيه ازاي، عايزه اوريكم مثلا حد زي الدكتور احمد كمال ابو المجد. طبعا ده من اكثر الشخصيات التباسا لانه طوال الوقت بيقدم نفسه على انه على هامش الجماعه، لكن هو في القلب من الجماعه، وطبعا كلنا عارفين كويس قوي ان بيحب يقدم نفسه على انه المفكر الاسلامي. طيب بيقول تجميد مبادره المصالحه بين الحكومه والجماعه المحظوره. طيب هو المبادره دي حضرتك لما قدمتها يعني كنت متخيل ان انت بتكلم نفسك، ولا كان ده جس نبض وطول الوقت وانتوا في المزاد بتاع جس النبض لا المصريين موافقين ولا الحكومة موافقة ولا أي حد في الدولة المصرية يقدر ينسى اللي انتوا عملتوه؟ طيب نسيب دول نروح لسعد الدين إبراهيم. طبعا ده العراب الكبير، والعراب الكبير اللي اترمى في أرضنا من زمان جدا لأنه كان له دور حقيقي. العراب الكبير بيتكلم عن إن في ضرورة لمصالحة الدولة مع الإخوان، وكل واحد من وجهة نظر العراب سعد الدين إبراهيم كل واحد أي الدولة والإخوان كل واحد مستني التاني يبدأ. طيب ما إحنا نقدر ببساطة نضحك عليه وعلى شبته وعلى تاريخه. هو مين اللي مستني؟ لو الدولة مستنية هتستنى بعد 14 مبادرة؟ طيب ده سعد الدين إبراهيم. نقفز بقى كده شوية علشان نشوف هي ايه الحكاية بالظبط، هو ايه الموضوع. الموضوع الحقيقة بدأ تقريبا ملامحه تظهر للعلن، يعني اكيد الدولة تعرفه قبلنا بكتير، مع 19 ابريل 2016، وده كشفت عنه صحيفة الوفد وقتها، وقالت ان الموضوع ببساطة كان عنوانه واضح وصريح، ان العنف يعني استمرار العنف في الشوارع او بالعمليات الإرهابية أو بكل الأعمال اللي بتقوم بيها الجماعة ده سموه كده العنف هو الانتحار. والكلام ده خرج من السجن عن طريق محمد علي بشر، طبعا القيادي الإخواني اللي احنا فاكرينه كلنا، واتسلم لمحمد سليم العوة اللي بيلعب دور الوسيط حتى مع المعزول مرسي، لأن الحقيقة لو كان هم شايفين أن دي المحنة الكبرى بتاعتهم، لكن لازم ناخد بالنا كويس قوي أن العوة عندما التقى المعزول مرسي على خلفية اتهام مرسي بإهانة القضاء لم يدر الحديث عن القضية ولا عن موضوع إهانة القضاء، ولكن كان فحوى اللقاء اللي جمع المعزول مرسي مع سليم العوة اللي لسه مصر يتحرك في الفضاء المصري وكأنه ليس ابن الجماعة الإرهابية، وفاكر انه يقدر يخدعكم، يعني يخدع الشعب المصري. والكلام اللي دار ما بينهم كله كان على فكرة المصالحة مع الدولة. ركزوا لو سمحتوا، المصالحة مع الدولة. وقال انه رأيه الشخصي، يعني مرسي بيقول للعوة ان رأيه الشخصي انه يكون في صياغة بيان اعتذار، ده هيبقى يعني حاجة يقدر الجماعة تقدمها. وتم طبعا اطلاعه على الدور اللي بيلعبه العراب سعد الدين ابراهيم مع قيادات الخارج، واللي طبعا بدأت خيوطها كلها تتكشف خاصة لما انتقل ما بين تركيا وما بين لندن للتحرك ما بين 700 إخواني اللي معاهم جنسيات في الخارج واللي هي نماذج شوية معروفة. وهنا هنبدأ نلقط أول الخيط. الجماعة شعرت أمام جدية دولة 3/7 وأمام صلابة موقف الشعب المصري الذي لم ينسى كل القبح وكل ما يقدمون عليه من يعني خروج عن صحيح الدين الإسلامي، ويعني تشويه هذا الدين العظيم
العمليات الإرهابية اللي بيرتكبوها، بالتعاون اللي بيتم كشفه ما بين مجموعات كتير كانوا أحيانا بيتاجروا وبيقولوا إن هم براهم. علشان كده الجماعة بتشعر إن هي في حالة انتحار حقيقي، وإن الانتحار ده هيحرمها من الحق في إنها ترجع بالوش الدعوي الكذاب اللي كانت بتتكلم بيه طول الوقت. فكانت النتيجة إن القيادات اللي في السجون قالت بطلوا تتكلموا عن شرعية وما شرعية، وتعالوا نتكلم بلغة أخرى، لأن إحنا بقالنا 14 مبادرة بنقدمهم ولا حياة لمن تنادي. إحنا بنقدم مبادرة تلو المبادرة ومفيش حد بيقول لنا أنتوا مين ولا ليه ولا إزاي. وإن الحكاية سواء بالعرابين اللي على شاكلة سعد الدين إبراهيم أو أيمن نور بياخدوا كل المخصصات المالية وبيدوكوا الفتات. علشان كده كان المسألة واضحة جدا، إن يعني هذه القيادات شافت إنه لا ضرر ولا ضرار إن هم يعملوا بيان اعتذار للشعب المصري عن كل القبح اللي ارتكبوه، عن الأعمال الإرهابية، وهم شافوا بكده إن هم بيقدموا تنازل كبير جدا. وأنا هنا هكون مهتمة إن أنا أقول مع حضراتكم، هو اللي بيقدم تنازل واللي بيقدم 14 مبادرة عنده شعور بالهزيمة ولا عنده شعور بالانتصار؟ ده سؤال مهم عشان تعرفوا انتوا واقفين على اي ارض صلبة وبتشتغلوا ازاي على الشغل ده. طيب، من الموضوع ده كده احنا نقدر نفهم هو ايه اللي بيحصل حوالينا. الغرب ايقن ان دولة 3/7 يعني مشيت الطريق، وان عملية عودتها واربكها وفرض القيود على حركتها وعلى طموحها مش وارد، وان الاعتماد على الجماعة الارهابية وكل المتحالفين معاها من حزب البناء والتنمية، حزب الوطن، حزب النهضة، كل الاحزاب اللي على هذه الشاكلة مش قادرة تجيب. ولما اشتغلوا بالعرابين، العرابين لم يستطيعوا ان يقدموا اي مخرج يدعم سيناريو القوى الدولية اللي بتحرك الإخوان وخوارج الزمان بهذه الطريقة. فكانت الحكاية لازم تاخد ملمح آخر، وجس النبض الثاني لازم ننتبه، ما كانش أوله هي الشواهد اللي احنا شفناها، لكن كان أوله مختلف شوية، لأنه اتكلموا قبل ما الهلباوي يطلع عن وساطة. الوساطة الأولى جت على لسان الصادق المهدي، والصادق المهدي وهو بيتكلم رئيس حزب الأمة السوداني عن مصالحة برضه مع الإخوان، بيصيغ هو اللي هو عايز يقوله وبيطلع صوته، يعني بوصفه محسوب على التيار الإسلام السياسي، وبيقول إحنا عايزين وإحنا عايزين وإحنا عايزين وإحنا عايزين. بس اللي هو عايزه ده محدش تعامل معاه، والمبادرة دي اللي رصدتها اليوم السابع في العرض التفصيلي اللي عملته في 5 أغسطس 2017. طيب ده كان معناه إيه؟ إن المحاولة بتاعت الصادق المهدي كمان تم التعامل معاها زي الشخصيات اللي استعرضنا جزء منها. ما اكتفوش بده، بعد ما حاولوا يروجوا إن النموذج التونسي نموذج، فدخلوا راشد الغنوشي على المزاد. راشد الغنوشي كمان في يناير 2017 رئيس حركة النهضة، طبعا ده الذراع التونسية لحركة الإخوان، قدم المبادرة وبرضه استخدم كلمة التصالح بين الدولة والإخوان، وطلب الوساطة الغنوشي من السعودية علشان تقوم بهذا الدور. وهنا هنكتب مع بعض إن الغنوشي أراد أن يستبدل كلمة الإسلام السياسي بالإسلام الديمقراطي، والكلمات اللي احنا بنحطها دي اللي هيتم الشغل بيها في الأيام الجاية. طيب الكلام ده كله بنقوله ليه؟ لأن مهم قوي واحنا بنشوف كل الحاجات دي ناخد بالنا، هو كمال الهلباوي دخل السباق ده منه لنفسه؟ هو كمال الهلباوي اللي كان عضو في مجلس حقوق الإنسان وقال على نفسه انه اخواني تائب واخواني عائد وانتقد الجماعة، تخيل ان الناس كلها ممكن تكون مصدقة الكلام اللي هم بيقولوه؟
طبعا لا. ولما دخل اعاد انتاج فكره الغنوشي في انه لازم يكون في وساطه محايده، وسمى هذه الوساطه المحايده بمجلس الحكماء. طب هي مجلس الحكماء ده بيفكرنا باللي طرحه ابراهيم المعلم واحمد كمال ابو المجد وعمرو حمزاوي بعد 25 يناير لما كانوا برضو بيحاولوا يلاقوا لنفسهم دور ويتبروز بلجنة الحكماء ومجلس الحكماء.